دكتور فلاح. نعم. دكتور فلاح الشحماني. نعم. سمعت الأساتذة. نعم. يعني الكل طبعا يسعى لخدمة المحامين. نعم. ونقابة المحامين. نعم. العراقيين، لكن كل من له توجه معين. نعم. وأفكار مختلفة. دكتور فلاح، حضرتك يعني كنت سابقا مع قائمة تغيير، الآن مع قائمة سيادة، وعندك. نعم. قلت فكر معين. نعم. توجه. نعم. معين. نعم. دكتور فلاح، حاليا صارت شلون بعض الصفقات الداخلية داخل غرف الانتداب. نعم. وغرفة محامي مدينة الصدر إحدى هذه الغرف متهم اتهام مباشر، ليقولون. نعم. تصير صفقات 12 مرشح من عندكم. نعم. ليش ما اتفقتوا على مرشح واحد؟ لو. نعم. مرشحين اثنين انتوا عندكم 1200 محامي. نعم. ليش تقسمتوا وشرذمتوا بهالطريقة؟ نعم. هذه ابتداء مع احترام الكافة الأسماء. نعم. ابتداء قبل الإجابة على هذا السؤال، خلنا فكرة محمد مجيد ومحمد المهند. نعم. طبعا هو المشروع مشروع واحد، مشروع التغيير. نعم. مشروع التغيير هو تغيير عام لهيكلية. طيب. النقابة. مهم. قانونا و... أنا. نعم. اختاريت قائمة محمد مجيد. سؤال، ليش اختاريت قائمة محمد مجيد؟ أنا برأيي، يعني رأيي الشخصي، طبعا هم كل زملائنا وأخواننا حقيقة الموجودين، بس أنا برأيي كل اليوم عدي تشريع القانون المحاماة هو أهم فقرة كل مشاريع الأخوان وكل برامجهم. ممتاز. يعتمد النظر على التسمية. نعم، كلهم عدهم أول فقرة هو برنامج. البرنامج هو. طيب. تشريع قانون محاماة وتعديل. هذا كجماع عليه كل القوائم. دستر صفقات داخل غرف الانتداب. أنا راح أحكي لك، بس خليني أحكي لك ليش اختاريت، مو هذا مهم يعني. نعم. أنا ليش اختاريت هاي القائمة؟ زين. أنا بالنسبة لي الأخوة زملائنا السابقين أستاذ رزاق وأستاذ محمد الفيصل مع احترامي له، والست أحلام سابقا كانوا في النقابة. طيب. ومن 2005 للأمانة، من 2005 إلى اليوم يعلنون بأن سنشرع قانون المحاماة. زين. ولحد الآن ما مشروع. ولحد الآن ما قدروا هم يتمنون أن يشرعون. تغيرون. أنا هسه جايك. يحاولون يغيرون بس ما عندهم الأدوات اللي بيها يقدرون. شنو الأدوات؟ أولا. طيب. الهيئة العامة غير موحدة خلف النقيب. هذا واضحة يعني. وسائل التواصل الاجتماعي واضحة يعني. واضحة. احنا ايش نحتاج حتى نشرع القانون المحاماه؟ نحتاج حالتين. نحتاج توحيد الهيئه العامه خلف النقيب ووسيله ضغط. طيب. ونحتاج امر ثاني مهم، وهو ان تكون للنقيب ولمجلس علاقات واسعه. تدري اكو. نعم. اجراءات معينه لتمرير قانون المحاماه. واضح. في البرلمان. دكتور فلاح، ولو اتداخل وياك استاذ احمد، بس اكمل الفكره. بس اكمل الفكره. بس اكمل الفكره. بس خليك اكمل. بس اكمل الفكره. بس اكمل الفكره. مو هذه الفكره من راح تروح؟ هو الوقت يمكن متوزع. بس اكمل الفكره. دكتور حسن تاخذ وقتك وترد. بس اكمل الفكره. تفضل دكتور. فاجيت للقوائم، لقيت اربعه اشخاص منطبق عليهم هذا الشيء. طيب. بأنهم سابقا ما موجودين. أستاذ محمد مجيد. أستاذ محمد المهنة. أستاذ يحيى الواجد. وبعد واحد رابع حس. نعم. أعتذر يعني خاف. فمن إجيت لقيت هذا منطبق عليه، بس متفقين إحنا كلنا بأن محمد مجيد. نعم. عنده علاقات واسعة يقدر يوظفها. أنا في رأيي هذا طبعا، يقدر يوظفها لتمرير هذا القانون مع ضغط الهيئة العامة. يمكن أن نستطيع أن نشرع القانون. ممتاز. بغير حالة لا يمكن التشريع حقيقة. هذا واضح. الفكرة واضحة. الـ الـ يعني حضرتك تعتقد بأن الأستاذ محمد مجيد الساعدي. نعم. عند العلاقات الكافية. نعم. عند المعارف ويا مجلس. نعم. النواب. نعم. العراقي. نعم. هذا مسألة واضحة. يعني يستعمل صفته الشخصية يستثمرها. لا لا. لمصلحة المحامين. نعم. قلت لذلك صفتين. طيب. ضغط الهيئة. ما تدري هاي اجراءات لتمرير القانون. اذا الامر إذا الثاني. نعم. انت سالت بي. اي. مال شو اسمه، تدري كل قائمه تريد تدخل لاي غرفه انتداب بغض. زين. النظر عن الغرفه. زين. فاني هسه مثلا اني نقيب ارشح عندي قائمه، شلون ادخل لغرفه مدينه الصدر؟ ادخل بان اختار لشخص معين بغض النظر عن الاسماء يعني. طيب. اختار حتى ادخل من خلاله لهاي الغرفه. طيب. فهذا القاعد يحصل يعني، ترى مو فقط غرفة مدينة الصدر. واحد. كل غرف العراق. يعني كل غرفة. أنا سألتك عن مدينة الصدر لأن حضرتك. وأنا واضح ضمن هذه. أنا راح أحكي لك. كل غرف في العراق هسه بها 10 11، حتى لو غرفة صغيرة يعني من محافظات. أنت تدري بعد.
لدخول الجسم احنا تدري كانت هيئه انتداب سابقه نعم وحلت هاي الهيئه طيب طبعا بقرار سبحان الله انا اقول هذا القرار كان قانوني بحل هيئه الانتداب لا انا لا هم جوا عن طريق الانتخابات احنا اجينا عن طريق الانتخابات ممتاز جماعه بعض الاعضاء ليش ما طعنتوا بقرار النقابه ميزنا ميزتوا اي نعم رجع مصارق عليه نعم طبعا احنا ميزنا اخر ولو ميزنا تمييزيا طيب ميز الاستاذ المنتدب حسين الشحماني وتمييز انا طبعا التمييز لحد الان ما بعد ما حتى ما معطينا رقم نعم والتمييز الاخر حسين الشحماني اجى مصادق باعتبار هاي من صلاحيات المجلس تعتبروه استهداف لهيئه انتداب نعم الصدر نعم نعم لان الفتره اللي شنو السبب الفتره اللي اجى بيها انا سابقا شرحت لك قلت لك كل نقيب كل قائمه تريد تدخل الى الغرفه الى اي غرفه مو غرفه مدينه الصدر الى اي غرفه فتختار لها اعضاء حتى تترتب هاي الامور تدري احنا طبعا كلهم زملائنا وكلهم اخواننا اكيد احترامنا وتقديرنا كلهم بس هذا الخلاف خلاف مهني احنا رحنا قدمنا طلب للنقابه وطنابيد طيب. استاد ضياء طيب بانيابه انتم حليتوا نعم وسويتوا هيئه جسمه مؤقته وهي من صلاحياتكم زين بس انتم الهيئه المؤقته لازم تحددون موعد لاجراء انتخابات في الغرفه طيب. يعني مو مفتوحه ما حددوا لحد الان لحد الان ما حددوا اسالك سؤال واحد وبعدها ننتقل للسؤال نعم. عمار الشمر ويا ريت لو جاوبنا باختصار وبوضوح نعم البعض يقول حل هيئه الانتداب اجى الاسباب ما عندكم الولاء المطلق للاداره الحاليه للنقابه لا مو الولاء المطلق طبعا ما عندنا ولاء احنا ولاءنا للمهنه يعني زملائنا في غرفه المحامي احنا ما عندنا ولاء لشخص معين بالنقابه هذا مشكل يعني احنا ولاءنا مثلا وعملنا يتركز على داخل الغرفه يعني تنفي لو صحيح هذا الكلام لا هو نوعا نوع صحه او نوع لا نعم لان هو مثلا انا ما متواصل مثل ما يريد غيري طيب بس انا شنو شغله وتركيزي كان داخل الغرفه طيب